السلام عليكم أصدقائي. للأسف حاليا نزلت للسوق كميات من العملة المزورة، وبالذات فئة 50,000. طبعا اللي دي يقوم بهذا العمل هم ناس ضعاف نفوس، ناس سراق، ناس سفلة. المهم أني على مود ما تقعون بهذا الفخ، فأريد أقول لكم أهم الفروقات بين النسخة المزورة والنسخة الأصلية. هسه هاي اللي دا أصورها أنا نسخة مزورة. شوفوا أهم العلامات، هذا 5,000 دينار، 50,000، هذا الرقم، هذا بالنسخة الرسمية ما يبين بهالشكل واضح. العلامة الثانية هاي التونجا أو البستوجة، بالنسخة الرسمية الصحيحة تكون تنطي ألوان، يعني من تعرجها هيك بهالصيغة تقلبها تنطي ألوان، بينما هنا لون واحد. الشغلة الأهم هو وين الشلال، هذا المي مال الشلال دي ينزل الصورة، هاي المشبكة هاي 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 بالذات، هاي تجي خشنة كلش بالرسمية، بينما هنا تقريبا ملسة. العلامة الأخرى المهمة جدا هذا الخط النخلة وفسفورة، شلون كنا قبل نسميه، هذا الخط الفسفوري، هذا بالنسخة الرسمية يجي على وين البنك المركزي العراقي، هاي الكلمة هو يجي على الألف واللام مال العراقي الرسمي، بينما هاي النسخة المزورة تجي على الراء والألف. فأخواني اللي أتمناه منكم بالذات هاي الفئة، طبعا عدم ملمس الورقة يعني نوعا ما هم ماهرين بي مسويه مزوري بشكل تقريبا ملعون. على كل حال اخواني، كفر يبقوكم وكفر يبقون فلوسكم، ذول الانذال السفله. فالمهم انه تنتبهون وتراعون هاي بالذات هاي الفئه، لا تستلموها الا بعد ان تتاكدون. تحياتي اصدقائي.